لو خايفة على عقدك هنا، أنا جابلك الفلوس خديها وامشي. أنا فعلا همشي، بس مش الترم ده، لأني طبعا مش هلحق أدور على سكن. وأنا دكتورة وفي كلية طب ودافعة السنة كلها، يعني لو ملحقتش أدور على سكن الترم اللي جاي هقعد الترم ده والترم اللي جاي كمان، يعني قاعدة قاعدة. انا هطلب سوشي، اطلب لك معايا. اتفضل. مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. ايه اتاخرت النهارده يعني؟ معلش انا اسفه والله، بس تيتا كانت تعبانه شويه، حتى انا جاي استاذن منك ان انا هغيب يومين، هروح اطمن عليها وارجع على طول. لا الف سلام عليها. طيب تحب اوصلك تطمني عليها ونرجع على طول؟ لا طبعا ما ينفعش. ازاي انا كده مش هتاخر، لانه لازم اجي ادور على سكن جديد. ليه، ماله السكن اللي انت فيه؟ لو قلت لك هتصدقني؟ اه اكيد هصدقك. قولي. انا طول الليل بسمع بنات عماله تصرخ وتعيط، لما بصحى ادور ما بلاقيش حد. لا اكيد بتهزري، مفيش حاجه اسمها كده يعني، يمكن بس عشان انت بعيد عن اهلك فاعصابك تعبانه شويه. بصي انا ممكن اخدك يعني اوديكي تطمني عليها وتقعدي معايا خميس وجمعه وارجع اجيبك يوم السبت. لا مش عايزك تتعب نفسك. ميرسي، انا مش هتاخر والله. بصي هنا انا هقول لك على حاجه، انا من ساعه ما شفتك وانا حاسس ان انا مسؤول عنك، حاسس ان اعرفك من زمان، يمكن تبقي بعدت شويه ورجعت تاني، بس انا من اول مره شفتك فيها ومتسالنيش فين وازاي وليه، انا من اول مره شفتك فيها وانا متعلقه بيكي. انا مش عارفه اقول لك ايه، بس انت تقريبا اختصرت كل اللي انا حاساه بقالي فتره، بس كنت مكسوفه اقول لك. طيب تمام، يبقى اوديكي لتيتا في المره اتعرف عليها وعشان عايزها في موضوع مهم كده. ماشي. ولا كلمة. انزلي انزلي. انا كنت مكسوفة جدا والله. بس مكسوفة قوي. ايوه طبعا. انت امال ايه؟ ايه ده؟ انا ومنى اهو. ايه ده، انتوا رايحين فين؟ رايحين نجيب شنطات كده وجايين على طول. مش عايزة حاجة في البيت؟ اه عايزة اكل ايس كريم، استنى هاجي معاك. لا انا مش قادرة بجد، تعبانة جدا. بقول لك ايه يا عمرو، انا لسه سامع ان في طلعة ايس كريم، خد الجنيه ده هات لي علبة ايس كريم. يا ابني تملي كده، فضحنا وجبنا الكلام، هجيب لك انا الايس كريم خلاص. لا لا انا اللي عازماكوا، اصل بجد انا فرحانه قوي وطايره من الفرح.
بجد؟ انت اللي هتعزمني؟ طب انا عايز سندوتش بولدوج. بولدوج ايه يا ابني؟ ما تكسفناش، اجيب لك انا الايس كريم اللي انت عايزه. لا انا مش عايز ايس كريم، سقف المطالب عالي، انا عايز سندوتش بولدوج. بولدوج ايه؟ انت عارف يعني ايه اصلا بولدوج؟ ما تغيرش الموضوع، انا عايز سندوتش بولدوج. حاضر حاضر انا هجيب لك. طب استنوا، هطلع اغير هدومي انا ومنى وننزل نيجي معاكم، ماشي؟ ماشي يلا. عارفه لما كنتيش معايا والله العظيم هزعل مني. ممكن اغير رايي. هتديني ايه؟ مال حلال ده؟ يا سلام يا سلام على الروقان. ايوه يا ستي. اعمل ايه بقى؟ بحب اسمع مزيكا وهنا ممنوع. بسمع مع نفسي. احنا بصراحه بقينا مستغربين المكان هنا وبندور على مكان تاني بس مش لاقيين. ايه ده؟ هي اللي اسمها شيرين ضايقتكم انتوا كمان؟ ده حتى سماح بتدور على مكان تمشي النهارده قبل بكره. هي لسه شيرين بتضايق سماح؟ ده يا ريت على كده وبس، دي ربت لها الخفيف. بقت تصحى تصرخ وتشوف حاجات بالليل. بقول لك ايه، حالتها بقت صعبه قوي. شفتي؟ عشان انا بقول لك ان انا بسمع اصوات وبشوف حاجات انت ما بتصدقينيش. يا ستي يمكن من الكليه اللي هي بتدرسها اعصابها تعبانه. طلبتوا ايس كريم؟ ايوه. وصل اوضتكم. ميرسي. عفوا. ازيكم يا بنات؟ ازيك يا سماح؟ على فكره انا ومونا كمان بنسمع نفس الاصوات اللي انت بتسمعيها. امبارح سمعنا صريخ ونزلنا عشان نشوف جاي منين، طلعت لنا نسمع مش هبدي قعدت تزعق فينا وتقول اطلع فوق، طلعت لنا نجري على السلم وما عرفناش الصوت ده جاي منين. انا بقى اترعبت امبارح بالليل، دي اللمبه كانت هتتحرق وتولع فيا، دي نيلي قامت مخدوده عليا. يا نهار اسود، يعني كده حد تاني اللي كان بيصوت مش انتي؟ انا فعلا زهقت من المكان ده ولازم امشي. الو فلة اتخطبت؟ يا ما انت كريم يا رب.
والله ده انا حاسس ان ربنا هيكرمني بعد ما بعدت عني. يا اجمل خبر في حياتي. اقفل. فلة اتخطبت؟ ايوه يا مارو. وانت فرحان؟ في قمه سعادتي. انت ابني ما عندكش دم يا ابني، انت اللي مغيب. بكره كده تبقى نجم، تعرف نيللي كريم، منى شلبي، وساعتها تندم انك عرفت في يوم من الايام فلة ووردة. الو. مين معايا؟ يا فندم انا. بجد؟ طيب طيب، بكره هنكون عند حضرتك. في ايه؟ والله والحظ ولعب على بابنا يا مارو. ايه اللي حصل؟ اللي حصل؟ مش انا قلت لك فلة دي لما تبعد النحس كله هيتفك؟ المخرج كلمني وعايزنا بكره عشان نمضي المسلسل. تكلم بجد؟ والله العظيم بتكلم بجد. والله وحلوت ايامنا يا مارو. والله وحلوت احلوت. والله وحلوت احلوت. والله وحلوت احلوت. احلوت احلوت. انتوا بتغنوا ليه؟ ها؟ انتوا فرحانين ليه؟ هو في ايه؟ ها؟ ايه؟ ما تجيب حد يا سيدة. اهي اهي واهي كمان. اهي في ايه بقى؟ في ايه؟ الله كده ازاي؟ البنت دي بتقول في حد اتدخل بدلق على وشها بطاس. لا لا يا جماعه، انا كنت نايمه جنبها على السرير، ما حسيتش ان في حد غريب دخل الاوضه. يا بنات، ما فيش غريب يقدر يخش الغرف بتاعتكم، في ايه؟ ولا حتى يعدي باب الفيلا. اهم حاجه يا بنات، ما حدش يقرب منها خالص، لانه ده فيروس منتشر، ممكن جدا تتعدوا. انا خايفه عليكم. بعدين مش هي دكتورة وشاطرة؟ تعالج نفسها. الإسعاف وصلت برد. ما تخافيش يا سماح، إن شاء الله هتقومي بالسلامة. ما تخافيش. هو في حول الله يا رب. يا ساتر يا رب. إيه ده؟ أعوذ بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله. أعوذ بالله. يا ساتر يا رب. حول الله يا رب. يا إله إلا الله. إيه ده؟ هو في ايه؟ ازاي ده حصل؟ هي اتحرقت ازاي؟ اكيد كتل شاي. كتل شاي ايه بس اللي يعمل فيها كده؟ لا انا مش عارفه ايه اللي حصل. انا كنت نايمه وصحيت على صريخها، ولما صحيت لقيت شيرين بتقول ان هي جالها فيروس عشان هي كره الطب، بس هي نفسها بتقول لا ان شيرين دلقت على وشها بطاس. وانا بصراحه مش عارفه اعمل ايه، انا خايفه قوي ومش عارفه اتصرف. معقول شيرين تعمل كده؟ أنسة شيرين؟ لا يمكن تعمل حاجه زي كده. لا طبعا، ده اكيد فيروس، وبعدين دي لسه طالبه يعني، فاكيد ما خدتش بالها كويس. المهم ربنا يستر عليها ويستر على باقي زمايلها اللي هنا في الدار. يستر علينا احنا، انا ابتديت اتهرش. لا احنا لازم نروح نطعم. هتطعمي؟ حر،
هلا بقى بينا نروح للطعام عشان ابتديت اتهرش. رد عليها مروان. لا صاحبك مش عايز الطعم، هو حر. تعال بينا احنا بقى نروح للطعام. احنا سيبك منه. ايوه سيبك منه يلا. هما كلهم مشوا سابوني ليه؟ وانا هطعم لوحدي ولا ايه؟ ايه اخرة اللي بتعمليه ده؟ ميت مرة اقولك ابعدي عن بنات الدار، انت كده هتفتحي العيون حوالينا. انا بكلمك. ايه يا روحي؟ في ايه؟ ده هو انت هتستهبلي؟ كفاية اللي بتعمليه ده؟ انت فاهمة؟ هو ايه اللي انا بعمله؟ اللي انا بعمله ده هو اللي انت نفسك تعمليه من زمان ومش عارفة، واللي انا بعمله ده هو اللي بدأ موسى بيه قبل ما يموت، ولا انا غلطانة؟ يا بنتي انا خايفة عليكي، بدل ما نبقى ضد بعض نبقى مع بعض. صدقيني انا خايفة عليكي. لا ما تخافيش عليا، انا بعرف اعمل كل حاجة لوحدي ومش محتاجة مساعدة من حد. يبقى الشيطان اللي جواكي ده انا هعرف اخرجه كويس، لاني انا فريدة ممتاز. ايوه كده، الوش الطيب وبحبك وخايفة عليكي كانش لايق خالص، الوش ده بيرفكت. وحشني قوي القلم ده. ما تقلقيش يا حلوة، من هنا ورايح هتشوف الوش التاني. ايوه بقى، ايوه بقى، خلي الحياة تحلو وترجع تاني عشان انا بحب التحدي. وانا قبلت لان انا فريدة ممتاز. ايه ده؟ مين اللي جايلنا ده؟ أمور يا باشا. مقدم حسين همام رئيس المباحث، عايز أقابل صاحبة الدار. هو أنتوا جايين عشان الدكتورة سماح اللي اتحرقت؟ سماح مين اللي اتحرقت؟ لا يا فندم، لا ما فيش حاجة، ده هي بس اكمنها يعني شغالة في كلية الطب فجالها فيروس من المشرحة اللي هي شغالة فيها، إنما هي ما رجعتش لسه من المستشفى عشان نعرف إيه اللي حصل لها بالظبط. هو مين المسؤول اللي هنا؟ سعيد مسعود ابو سعد رئيس المنطقه الامنيه هنا. رئيس المنطقه؟ طب تعالى وريني صاحبه الدار فين. اتفضل يا فندم. يلا اتفضل. الباشا عايزك فندم. المقدم حسين همام رئيس المباحث. اهلا وسهلا. جاي مع الاستاذ رأفت سليمان والد سحر الطالبه في كليه اثار. سحر بقالها يومين تليفونها مقفول، ولما جه سأل عليها هنا قالوا انه هيثبت المكان وسافرت. طب سافرت ازاي وهي لسه راجعه من اجازتها ما كملتش اسبوع؟ وبعدين لما سالنا عليها في الجامعه زمايلها قالوا انها ما بتجيش. انا ايه دخلي بالموضوع ده خالص؟ انتوا كدابين، كلكم كدابين. انتوا اكيد عملتوا حاجه ببنتي. انت قصدك ايه؟ انا عايز اعرف بنتي راحت فين، وخصوصا ان هي كانت دايما بتشتكي لامها من بنتك وانها كانت بتضايقها واخر مره هددتها. انت قصدك ايه بالكلام ده؟ مساء الخير. خير حضراتكم مين؟ انت اللي مين؟ انا شيرين، شيرين موسى دليل صاحبه الدار. هو انت بنتي فين؟ مين ده؟ الأستاذ رأفت والد سحر بيقول إن سحر آخر مرة كلمت والدتها اشتكت منك، وبتقول إنك بتتخانقي معاها وتوعدتيها
وبعد كده اختفت. ولما جه سأل عليها هنا قالوا إنها سابت البيت وسافرت البلد. أنا ما اتخانقتش معاها خالص، أنا بس شديت معاها شوية، وبصراحة هي سلوكها ما كانش كويس، وآخر مرة دي تحديداً أنا حذرتها مش هددتها، حذرتها لأنه كان في شباب بيوصلوها لغاية الدار، ودي دار محترمة وفي بنات ناس هنا، لازم نحافظ على سمعة المكان. أنا بنتي استحالة تعمل كده. طيب أنا ما كنتش حابة أني أقول الكلام ده قدام حضرتك ومراعية مشاعرك، لكن للأسف أنا مضطرة أقول لك أنه سحر هربت مع الشاب اللي كان بيوصلها كل يوم وش الفجر، وإحنا متأكدين من الكلام ده، وأنا اضطريت مرة أن أنا أقفل باب الدار وخليها تبات برا. أنت كدابة، بنتي متربية كويس، مستحالة تعمل الكلام اللي أنت بتقولي عليه ده. هي فعلا متربية كويس قوي، وأنا مستوعبة انفعال حضرتك، لكن أنا هثبت لك كلامي. سعيد لو سمحت روح عندها أم شهاب. تحت أمرك. طب طالما هي سلوكها كده ما اتصلتيش بأهلها ليه وبلغتيهم؟ لا أنا ما أقدرش أتصل بأهلها لأنه دي مش دار لتعديل السلوك للطالبات، دي دار سكن، لما بنلاقي طالبة سلوكها مش كويس بنطلب منها أنها تمشي. ما طلبتيش منها ليه أنها تمشي؟ طلبت منها، والله طلبت منها أنها تمشي، بس هي ما رضيتش وتعاملت معايا بشكل مش كويس، حتى أسأل مدام فريدة. فريدة دي والدتك صح؟ أم شهاب هي اللي مسؤولة عن البنات هنا في الدار، كلهم بيحبوها وبيثقوا فيها، بيعتبروها زي مامتهم. أم شهاب. أم شهاب. نعم يا نسرين. يا ريت تحكي للباشا سحر كانت بترجع متأخر قد إيه، وكان في شباب بيوصلوها ولا لأ؟ أيوة سحر كانت بتيجي متأخر، كل ليلة كان شاب جديد بيوصلها، ولما عاتبتها الأنسة شيرين كانت بترد عليها بطريقة مش كويسة. أنا متأكد إنه عملت ببنتي حاجة، أنا بتهمهم يا حد الظابط إن هم اللي خطفوا بنتي. هنخطف بنتك ليه؟ روح دور عليها. أنا عارف بنتي كويس. طبعاً أنا متأكدة إن حضرتك عارف بنتك كويس، بس سامحني حضرتك مطلق مامتها بقالك فترة، و بقالك تقريبا سنة ما بتشوفهاش ومتعرفش حاجة عنها. وانت عرفت ازاي؟ هي حكت لأم شهاب وأم شهاب حكت لي. أم شهاب وأنا قريبين جدا زي الإخوات بالظبط. البيت ده فيه حاجة غريبة بتحصل، بدليل البنت اللي اتحرقت امبارح. هي اتحرقت ازاي؟ وانت مالك؟ هي كانت بنتك هي كمان؟ لا مش بنته، بس انا عايز اعرف ايه اللي حصل لها. هي ما اتحرقتش وسمح كويسه. كويسه ازاي؟ ما انتوا ولعتوا فيها. سمح طالبه في كليه الطب تقريبا جالها فيروس لمرض جلدي، مسكينه. مرض جلدي يحرقها؟ يعني أظن كده، أنا مش دكتورة بس حضرتك ممكن تسألهم في المستشفى. إيه الصوت ده؟ في عمال شغالين فوق عندنا بيعملوا صيانة للحمامات. عايز أشوفهم. أوي أوي يا فندم، حضرتك تنور، اتفضل.